السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. لأول مرة يشوف القناة يا ريت يفعل زر الجرس ويعمل لايك للفيديو. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم حلاوة لإزالة الشعر، طريقة سهلة وجميلة ومن غير ليمون. معايا هنا كوباية سكر وشوية ملح صغيرين، أقل نص معلقة صغيرة ملح، وكوباية مية، وهنا عسل كلوكوز. هنستخدم بدل عسل بدل الليمون عسل كلوكوز. هنحطه على السكر وبعدين نحط الميه وعلى النار. عشان المكتب التليفون هحط عسل الكلوكوز وهرجع لكم تاني. حطيت السكر وعسل الكلوكوز والملح والميه على النار وهقلب. عسل الكلوكوز ان شاء الله يعني هيدي له قوام حلو وهيمسك بسرعه. في كتير ما بيعرفش يظبطه بالليمون، فحبيت اغيره الليمون واحط عسل الكلوكوز وهشوف. لو نفعت معايا هقول لكم، لو ما نفعتش هقول لكم برضه. اهم حاجه النار يا جماعه ما تكونش عاليه قوي، على الخليط ده يعني متوسطة. في ناس ما بتحبش تقلب، الشربات ده او الحلاوة، وبتحبش تعمل كده عشان ما يتفكرش منها. ممكن تعملوا كده لو انتوا خايفين نفوت منكم. انا كترت المية، يستحسن يكون 3/4 كوباية مية على كوباية سكر، يعني كوباية سكر ومعلقة كبيرة أو معلقتين عسل كلوكوز ورشة ملح بسيطة وعلى النار. 3 مكونات من جوز ليمون. هو الأياميدي الليمون مش غالي، تمام؟ الليمون رخيص، فممكن ما نستعملش عسل الكلوكوز ونستعمل الليمون. بس في ناس زي ما قلت لكم مش هتعرف تظبط. والملح هنا فايدته ايه؟ ان هيمسك برضه معانا الحلاوه، وكمان الملح من المواد اللي بتقلل نمو الشعر. يا رب اكون افدتكم بحاجه. كمان خلي بالكم خالص من الموضوع ده، ما يكونش مدمج في اطفال وكده عشان ده ساعته صعب. خلي بالكم برضه على نفسك. النار اللي سايبها متوسطه فهسيبها على طول كده، لا هي عاليه ولا هي واطيه. فهي لو انتوا هتستعملوها على نار عاليه ممكن بعد ما تغلي كده تقوموا مهدين النار شويه عشان ما تتحرقش منكم. ونصيحه مني ليكم، ما تسيبوش الموضوع ده وتمشوا، يعني خليكم جنبها عشان لو مسكتوه ونسيتوا لا قدر الله ممكن ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، لا قدر الله ممكن يعني ايه تفوز منكم كده. انا عايزه اقول لكم الفرق بين السكر ده وعسل الكلوكوز، ان السكر ده شوفوا لونه اتغير على الليمون بسرعه. وممكن برضه تستعمل عسل الكلوكوز لما يغلي، مش في الاول زي ما انا عملت، فاهميني؟ يعني تحط الاول السكر والميه والملح على النار، وبعد كده تقوموا حاطين عسل الكلوكوز، معلقه عسل كلوكوز، معلقه ونص اهي. انتوا شايفين، انتوا عارفين ان الشربات اللي بيتعمل بعسل الكلوكوز ما شاء الله بيبقى حلو يعني، وبرده بيبقى فيه ليمون وكده. انا هقفل معاكم عشان الفيديو ما يطولش.
ولما المية تقل الشربات تقل شوية أو الحلاوة تقل شوية هرجع لكم. عايزة أقول لكم إن أنا كل شوية لما أحس إن هي بدأت تغلي هجيب شوية وأشوف، هسيبها لما تبرد تلاقيها مسكت تبقى خلاص معانا الحلاوة جاهزة، بس كده لسه مية شوية. تمام، أهي هي مية أهي. على فكرة عسل الكركم والله بيخليها حلوة، يعني هنحطها بس من على النار عشان اوريها لكم، ما تخافوش ده بيطلع. خلي بالكم عشان تبقى اتخن من الزيت، يعني شوفوا لونها بس تحسها ان هي لسه عايزه ايه شويه صغيرين كمان على النار. تمام، بعد اللي ما بيحبش يقلب الموضوع ده لما تغلي يقلبه عادي. تمام، بالمعنى هي لسه عايزه 8 دقايق. بعد ما اخلص كده اقوم جايباها ومحطها على ايه، سيبها بقى تبرد على مهلها. لو انتم حسيتوا ان بعد ما حطيتوها هنا لسه مهاش راضية تبرد معاكم، يبقى هي عايزه ترجع كمان للنار. تمام، هي ان شاء الله هتبرد وتبقى معانا زي الفل. لو انت حسيت ان هي عايزينها هتجيبوا معلقه سيليكون كده بعد ما تهدى شويه وترجعوها تاني الطاسه على النار كمان دقيقه ولا حاجه هتبقى زي الفل. هسيبها تبرد، احنا في حر، فالحر عايز هتاخد وقت اكتر من البرد، يعني يا اما المروحه بقى قصادها وقلبه بقى نقلبها. انا شلتها عشان لما حطيتها في الطبق هنا شوفوا بتلزق، فكده اهي شوفوا كده خلاص هي عايزه بس تبرد هتبقى تبرد. لو انتم عايزين تحطوها في برطمان وتخلوها سايله برضو ينفع، تسيبها لما تبرد شويه وتقوم مكبنها كده في البرطمان هتبقى معاكم زي الفل. لما تبرد هرجع لك تاني. ممنوع تمسكوها وهي كده، زي ما قلت لكم لو انتوا حسيتوا ان هي لسه بعد ما عملتها على الرخامه رجعوها ثاني الطاسه وهي ما شاء الله هتعمل على طول. انا جربتها والله يا جماعه شدت وما شاء الله جميله. شوفوا جميله ازاي. لو انتوا حسيتوا ان هي مع عسل الكلوكوز ما نفعتش معاكم معرفتوش تظبطوها، بعد ما تغلي ربع ليمونه او نص ليمونايه صغيره قوموا كمان تتقطع قوموا عصرنها. تمام، لو حسيتوا ان عسل الجلوكوز ما ظبطش معاكم بعد ما تغلي نص ليمونايه تقوموا عصرنها. تمام، انا بس خايفة امسكها لتكون سخنة. لسه سخنة اهي. لما هتبرد هتلم معاكم ما تقلقوش،
اتحرقتش. لا بس حملت معايا كده عشان سخنة.